قبل ما أحكي لكم أي إشي عن حالي راح أسألكم أنتو كيف حالكم، بس بدي أياكم كلكم مع بعض تجاوبوني بصوت عالي بكلمة تمام. كيف حالكم؟ تمام. ما سمعت. كيف حالكم؟ تمام. طيب شوفوا، أنا مرات بس كنت أدرب تمثيل لناس قدكم دائما بتخوت وبحكي إنه أنا عندي مشكلة بالسمع، فبدي أسمع مش سامع. كيف حالكم؟ تمام. طيب لسه نايمين؟ كيف حالكم؟ في واحد فيكم متحمس منيح. طيب أنا سامر بطيخي، أنا مخرج وكاتب أفلام. في حدا هون ما بيحضر أفلام؟ بدي إياكم ترفعوا إيديكم. مين فيكم بيحضر أفلام ومسلسلات هون؟ كلكم، ممتاز. أظن كل حدا بيعرف شو يعني أفلام، كل حدا بيعرف إيش يعني مسلسلات. الأفلام والمسلسلات هم قصة، هم طريقة نحن اللي بنعمل هذه المشاريع بنحكي فيها معكم، وكل ما القصة بتعلق بذاكرة الناس اللي عم بيحضروا كل ما معناته القصة أكبر. رح أطلب منكم طلب لأنه لساتكم نايمين شوي، بدياكم كلكم توقفوا، والسبيكرز تحبوا تشاركوا معنا تقدروا توقفوا. طيب بس بدياكم تاخدوا خطوة يا عيمينكم يا عشمالكم، تصيروا بعاد عن الكراسي، تصيروا ماشيين بالممرات، واقفين بالممرات. كله تمام؟ طيب نرفع ايدنا اليمين ونحطها على راس المعده هون. حدا فيكم جرب يمثل من اول؟ يرفع ايده اللي جرب يمثل الاول. التمثيل اوف الهلال. طيب راح نجرب مع بعض هلا. طيب ايدكم اليمين على راس المعده، بدنا ناخذ نفس عميق على الثلاثه. 1 2 3. الشهيق من المنخار، زفير من التم. كمان 1 1 2 3. طيب بدنا نجربه كمان مرة زي ما انتم، بس سكروا عينيكم هاي المرة. كل حدا يسكر عينيه، كل حدا يسكر عينيه. على الثلاثة بدنا ناخذ نفس، ما تخافوش، ما حدا رح يجي يقرب عليكم، كل حدا يسكر عينيه. نفس على الثلاثة، 1 2 3. بلشنا نضحك. كمان 1 1 2 3. وانتم عم تغشوا المسكرين عينيكم. طيب افتحوا عينيكم كلكم، خلوا ايديكم على راس المعده، ايدكم اليمين. هلا على الثلاثه بدي اشوف مينكم، مين فيكم بيستحي مين لا. بدي اسمع حكيت على الثلاثه بس انتم مستعجلين متحمسين. يلا 1 2 3. طلعوها من هون، ما حدا يطلعها من حلقه، ما حدا يطلعها من حنجرته، حسوا بالذبذبة من هون. يلا 1 2 3. 1 2 3. نحاول نخفف ضحك. 1 2 3. في كم حدا هون مش سامعه؟ بدي ارجع اسمعكم اعلى. 1 2 3. ممتازة زي هاي. 1 2 3. ممتازة. تفضلوا اقعدوا. طبعا هدول التمرينات اللي عملناهم، هدول تمرينات البيسكس تبعون التمثيل، هدول تمثيل سواء كان مسرح او سينما بنعملهم مشان نزيد التركيز. ما بعرف اذا لاحظتوا قبل وهلا طاقتهم تغيرت، تركيزهم تغير، الاكسجين طلع لعقولكم. هلا راح اطلب منكم وانتم قاعدين، بدي اياكم كلكم تسكروا عينيكم. وانتم مسكرين عينيكم بدي اسالكم سؤال، واللي جوابه بدي اياه يرفع ايده. مين فيكم نزل على وسط البلد؟ ممتاز، نزلوا ايديكم. خلوا عينيكم مسكرين. بدي اياكم تتخيلوا شخص شفتوه بوسط البلد. مين مكان يكون؟ ممكن يكون حدا بيشتغل بمطعم، ممكن يكون بياع بسطة، ممكن يكون شحات بالشارع، ممكن يكون بس أي حد عم بيمشي. تخيلوا الشخص، تخيلوا كيف شكله، تخيلوا كيف كان واقف أو قاعد، تخيلوا وين كان واقف أو قاعد. إذا حكى معكم أو حكيتوا معه كيف طريقة حكيه، وتضلكم متذكرين إن وسط البلد مكان كثير أزمة وضجة، زمامير سيارات،
ناس بتصرخ، ناس بتبيع، المحلات حاطة السماعات الكبيرة، ريحة الأكل، ريحة دخان السيارات. وهذا الشخص اللي أنتم عم تتخيلوه موجود بهاي البيئة. بهدوء تام اللي قادر يتخيل شخص يرفع إيده. تمام، نزلوا إيديكم. راح أعطي شوية وقت للناس اللي ما تخيلوا. مين مكان يكون؟ مش بالضرورة حدا بتعرفوه، عادي لو حدا ماشي بالشارع، عادي لو حدا كان بالنسبة لكم غريب، أو يمكن حدا بتعرفوه أصلاً هناك. افتحوا عينيكم. هذا الشخص اللي انتم تخيلتوه، بغض النظر عن اختلاف بيئته، بغض النظر وين هو بيعيش، بغض النظر كيف شكله، في علاقة بينكم وبينه. في منكم مستصعب ليقدر يتخيل هذا الشخص، وحط طاقة لبين ما يلاقيه. بس بتخيل انه معظمكم اللي لقى هذا الشخص ما سأل حاله ليه انا تخيلت هذا الشخص بالتحديد مش حدا تاني. ومش بالضرورة انا اعطيكم جواب، لاني انا ما بعرف الجواب ولا انتم رح تعرفوا الجواب، بس في علاقة بينكم وبين هذا الشخص. انت بتربطكم هاي الثقافة، بربطكم هذا المجتمع، بتربطكم هاي الحضارة، بتربطكم الجذور تبعنا هون ببلدنا. وعلى الأغلب لو لعبنا هاي اللعبة معه كان ممكن يتذكركم ويتذكر حد غيركم بيشبهكم ويقدر يتخيل بيئته. وهلأ لو طلبت منكم أكثر تتخيلوا هو شو بيئته أكثر، كيف شكل بيته، كيف شكل عيلته، وين عايش، بتقدروا. راح تستصعبوا بس بتقدروا. هلأ بدي أطلب طلب، بدي 2 متطوعين. بس تكونوا جريئين. تيجوا توقفوا معي هون، تاكون توقفوا قدام بعض. قدام بعض. ايش اسمك؟ عائشة. رزان. اربعوا بعض شوي. انتوا صحاب؟ اه. قديه لكم تعرفوا بعض؟ سنتين. طيب عائشة بدي اسألك سؤال. لو هلا بعطي الفرصة لرزان تعمل اي اشي بدها اياه، ايش ممكن تعمل من دون ما تغششك؟ اي شيء. هلا هي واقفه على المسرح قدام جمهور، ايش ممكن تعمل؟ تغني. بتغني؟ لا ما بتغني. ما راح اخليك تغني، بس احكي لي او لا. شوي. بتحبي تغني قدام ناس؟ لا. طيب لو بدي اسالك نفس السؤال عن عائشه، تخيلي هي كيف طريقه حركاتها، تصرفاتها، اذا هي اجتماعيه ولا مش اجتماعيه، واقفة هلا على المسرح قدام الناس، ايش ممكن تعمل؟ تعمل شيء بضحك؟ هي حدا بضحك؟ لا. اوكي. بس مش انه تعرف بضحك. طيب بدي اطلب منكم طلب، عندك مشكلة تنزلي الماسك؟ طيب لا، بدي اياها ايديكي فري، حطيه بالجيب او شيء. طيب نزلوا ايديكم، طلعوا بعض، قربوا خطوة بعض. وقفوا بس استقامة. تعرفوا وقفة العسكر؟ أيوة. طلع بعض. طيب بس تطلع على حالك بالمراي وترفع إيدك اليمين، شكلك على بالمراي بيرفع إيده اليمين ولا شمال؟ شمال. طيب بدياك تكوني المراي تبعها هلا. أنت بدياك تعمل أي حركة بإيديك، بوجهك، بجسمك، بأي شيء، بدك تعملي نفسها بس مراي. تمام؟ أشوف أي حركة. لا غلط، هي رفعت ايدها اليمين، بدك ترفعي شمال. تخيلي حالك قدام المراي. كمان حركة. لا بدنا حركة جديدة. خلص اوكي. تمام، كمان واحدة. أنت عم تضحك لأنه هي عم تضحك؟ لا مراي شاطرة. طيب هلا بدي اياكم تلفوا كل واحدة تطلع عكس الثانية. أربعة بعض شوي. تمام، طلعوا عكس بعض. بتذكرى إيش لون بلوزتها أو قميصها؟ بينك.
ايش لون الاشاره تبعها؟ ابيض. ساده؟ ابيض. ما تحكي شيء. لا مش ساده. ايش ساده عليه؟ ساده ساده. بس مش ابيض، كان جراي هيك شيء. اوكي، ايش لون البوت تبعها؟ كان بينك. بينك كونفرس كمان. كونفرس. طيب متذكره ايش لون بوزتها؟ بلو. بلو. فاتح ولا غامق؟ فاتح. ساده ولا عليه اشياء؟ عليه اشياء. ايش؟ اوكي. متذكره ايش لون ربطه شعرها اللي باخر الجدوله؟ لا. لا. ابيض؟ لا. لا. عم نتحذر. ايش لون بوتها؟ ابيض. متذكره ايش نوعه؟ لا. لا. طيب تمام، شكرا لكم، تقدر تفضلوا. اللعبة الأولى اللي لعبناها عن الشخص الغريب اللي بوسط البلد، واللعبة الثانية اللي لعبناها كانوا اثنين أصحاب. هلأ اللعبة الثالثة اللي رح نلعبها ما رح نلعبها هون، بدياكم تلعبوها لحالكم ببيوتكم، بس هاي المرة لا عن ناس غرباء ولا عن ناس أصحاب، بدياكم كل واحد فيها يلعبها عن حاله. أنتوا أنا متأكد إنه كل واحد فيكم عنده قصة، شو ما كانت القصة، ممكن تكون ذكرى، ممكن تكون إشي بضحك، موقف بضحك لدرجة صرتوا تتعيطوا، سر أنتوا مخبينه وخايفين تحكوه، يا أما خايفين من أهلكم من أصحابكم يتخوت عليكم، أي إشي مهم كل واحد فيكم عنده قصة. تعرف شو بتقدروا تعملوا بهاي القصة؟ على قد ما هي تكون بسيطة، هاي القصة ببساطتها بتقدر تطور بالمجتمع تبعنا. كيف؟ لو كل واحد فيكم بيقدر يواجه هاي القصة ويواجه حقيقته ويفكر عن حاله أكثر ويتذكر المواقف اللي صارت معه ويكتبها على ورقة. صعب نكتبها على ورقة صح؟ طب شو بنقدر نعمل؟ نقدر نكتبها كحكاية، قصة زي اللي نقرأها بالكتاب أو بالأفلام، بس أنتوا بطل هاي الحكاية. بس تقدروا تعملوه، بتقدروا تغيروا اسم هذا البطل، بتقدروا تغيروا وين هذا البطل عايش، بتقدروا تعملوه بطل خارق، تقدر تعملوا اللي بدكم اياه، ساكن بقريه ثانيه بمدينه ثانيه وين ما بدكم. بعدين هاي القصه بتقدر تنعمل يا اما على خشبه المسرح، يا اما مسلسل، يا اما فيلم. بس تعرف شو راح يصير وقتها؟ انه راح يطلع في كثير ناس يحضروا هذا الفيلم او هذا المسرحيه ويحكوا ايه هذا انا، ايه هاي بتشبهني، ايه هذا بيشبهني. وممكن الشخص الغريب اللي تخيلتوه بوسط البلد يطلع ويحكي اوف في شيء بيشبهني بهذا الشخصيه، ويقعد يفكر معقول في حدا بيفكر عني، معقول في حدا بيشبهني، وبصير هو بينه وبين حاله يفكر طب كيف انا بقدر اطور من حالي اني اصير شخص مختلف عشان الناس بس تفكر عني بطريقه مختلفه. وهيك نحن بنقدر نطور المجتمع من عن طريق السينما والتلفزيون والمسرح والتمثيل. رح نرجع للتمثيل، بدياكم ترجعوا توقفوا ونرجع ناخذ خطوه بعيد عن الكراسي. طيب بدكم تتخيلوا انتوا فتوا على الحمام وغسلتوا ايديكم بس ما لقيتوا فاين، كيف الواحد بكت المي عن ايديه هيك صح؟ طيب يلا رخوا ايديكم من الرسغ وتحت واعملوا زي هيك، خلونا هادين. طيب ونحن عم نعمل زي هيك بدنا نمشي بمكان، نوقف نمشي بمكاننا. خليكم بطيء زي ما انا عم بعمل. طيب نصير أسرع، أبطأ أسرع 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 أبطأ 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 أبطأ. أوكي نزلوا إيديكم، نرجع نحط إيدنا اليمين على رأس المعدة، نأخذ نفس ونحن هادين، واحد اثنين ثلاثة، كمان واحد، خلي ايديكم على راس المعدة بس اعد للثلاثة، بدي كل واحد فيكم يحكي اسمه بس بصوت عالي، واحد اثنين ثلاثة. طيب اللي حابب يضحك بيقدر يحكيها هو عم بضحك، واحد اثنين ثلاثة. في اسماء طويلة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة،
بدي أسألكم سؤال وجاوبوني برفع الإيدين، مين فيكم ما بيحب يحكي اسمه؟ ولا حدا؟ بس أنت؟ طيب بدنا نعملها كمان مرة. واحد، اثنين، ثلاثة. طيب هلأ بساعد للثلاثة، ما بدي تحكوا أسميكم، دياكم تحكوا أنا، كلمة أنا. واحد، اثنين، ثلاثة. كمان مرة، جربوا مع بعض كلكم مع بعض بصوت أعلى. واحد، اثنين، ثلاثة. كمان مرة مع بعض. واحد، اثنين، ثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة. تعرفوا هاي الأنا شو معناها؟ هاي الأنا المش أنانية، هاي الأنا اللي بتجمعنا كلنا. كل واحد فيكم بس كان يحكي اسمه كان مختلف عن الثاني، بس بعدين بس حكينا كلمة أنا اجتمعتوا كلكم مع بعض، وهذا هو مجتمعنا. شكراً.